يجازيكم بخير. الا كاينه شي جمعيه ولا شي خيريه نشوفوا منها نحال. تا الدريه راه مكرفصه، راه كيتكرفصوا عليها الشمكاره بالليل، راه كيجيو كيتكرفصوا عليها تيتمرمدوا عليها. مريضه عامره حبوب، الا شوفوا حال هاد السيده، شوفوا رحموها مسكينه. واش ما كاينينش محسنين؟ كنسمعوا الجمعيات، تنسمعوا بلا كاينه الجمعيه وهاد الجمعيه وهاد الجمعيه، وحنا كنشوفوا بنات، راه ماشي دري، راه بنات، راه ثلاث ايام وهي هنايا مليوحه، ثلاث ايام والناس كيشوفوا من حالها. ما عرفناش كيفاش تنتعاملوا معاها حنايا، شي كون عرفنا انت كيفاش نتعاملوا معاها غنتعاونوا. انا دابا هضرت معاك قلت لها نجيب لك ما تلبسي، نجيب لك ما تاكلي، قالت دير لي عيها. واحد الساعات بدات تتلوح عليا التبين. هادو راه خاصهم اطباء وخاصهم معالجه وخاصهم اللي يوقف معاهم. اوا كلشي حداها، القايد ها المقدميه ها كلشي حداها، شكون اللي شاف فيها؟ علاش بحال هاد الشيء كيضيع؟ علاش؟ علاش غالدريه مسكينه غاتضيع هكا في الزنقه؟ علاش؟ ها؟ على الاقل مشي على شي جمعيه، عا يغطيوها، عا ياكلوها، عاد يعرفوا اشنا هو الضرر ديالها. راه الانسان اللي كيخرج في هذه الحاله ماشي لخاطرو، هاد الدريه ما خرجاتش لخاطرها، ماشي في هذا المستوى اللي فيه هيايا. هي. خويا شي يومين دابا باش جات الدريه اخويا مسكينه، يومين دابا مسكينه وما كدوي ما والو، لا ماكله لا شراب لا والو. كنطلبوا من بزاف كاع، كنطلبوا من المسؤولين اخويا يديروا لها شي حل، ولا المحسنين ولا شي حاجه. حنا ناس مسلمين باش نعاونوا بعضياتنا. شو مسكينه شو ما كتهضر ما والو، ما عارفه والو مسكين، ما عارفاش كدير بعد وفاش ضربه مسكينه. دابا علاش مشات ديك النجاره باش بدات تحك مسكينه، وداك الشيء حكت الجربه ديالها مسكينه حيت كتاكلها. هانتوما شوفوا اخوتي، هذا شارع جيش الملاكي، محاو سعيد اخويا. راه ضروري هاد الحي بالليله، هذا راه عامر هنايا بالدراري الشمكاره. ايه اخويا لا حول ولا قوه الا بالله، هانتوما كتشوفوا الخوت هانتوما. انا بزقت محاو سعيد. هاد السيده هادي ثلاث ايام وحنا كنشوفوها مسكينه ديما هنايا، تقدر تعرض لاغتصاب اي حاجه. كنفضل من الجمعيات ولا من المساعدين يقدروا يتعاملوا معها. شوفوا مسكينه الحاله ديالها كي دايره، والله يصاوب من عنده. كنتفضلوا شي حاجه من عند الملك ديالنا، الى الله ينصر الله يجزي بخير، يشوف من حاله المسكينه هادي. راه اي حاجه تقدر تتعرض عليها. هاد البلاصه هادي ما نكذبش عليك، حنا اللي بنات الحي وكداو من هنايا وكنتعرضوا لاي حاجه، ما نكذب عليك ما والو. جاب الله كيعرفونا، وكيجيو وحدين من احياء اخرين، يعني فحال هادي ما غيعطلوهاش. اشوف مسكينه بحال هكاك مريضه، اي واحد غيقدر يستغل الضعف ديالها.